وهناك حرقة لموت الابن، ومع ذلك ربي سبحانه وتعالى لا يرد له أمر. وفي هذا الحي وفي كل الأحياء وفي هذه القرية وفي كل القرى، اللهم اجعلنا مفاتيح للخير. نعمة الهداية والإيمان، ولك الحمد جعلتنا من أمة محمد ابن عبد الله. أولاد ياسر مشت قدامي، وريني شنو السبب، وريني شنو السبب أن نحب ناخذ حق ولدي. والراجل اللي قتل ولدي مانيش مسامحاته. عندكم أم، عندكم صغار، عندكم أولاد، عندكم أخوين، عندكم أخوات يعزوكم. لا هي لا هي كبادة، لا هي كبادة تخلوني مش شوت على ولادي. الحمد لله عم، الحمد لله. لا هي كبادة تخلوني مش شوت على ولادي. اللي شوتني يشوت، وكان ثم حق، كان ثم حق اللي ضاع كله الحق، الحاكم ظهر الحق. يخدم علي على شرف الله أكبر، ومعلق لي قدام ربه وقدام عبده خشمي بالحلال. وما الوعطين انت ورقة ويدور في بنقردان ومرض معناها مش الزرزيس وعدة له ما شدوهش. كيف يموت هكاك؟ له طير مش طيرة، مش أرنب، مش ذيب، مش ثعلب، مش كلب. اسمع تق تق، هذا حتى الطير ما انا اخسرش له. هنا في سعدان، هنا راك قتلت، هنا في سعدان، هنا في سعدان، ها هو هنا فاهم ولا؟ هاي يقتل له كل، حتى بندير حتى شيء. انت البل معناه كيف يمشي البل برخص، اللي يظهر غادي برخص. ما انا كيف نعيش معك، كيف نعيش ترى؟ انت امتثل خويا الدوريه نتاعك الساعه قبل كل شيء، ووقف العباد وخذ مش عارف حتى الشهاده الوحده الورقه نتاع المنطقه العازله عنده اخويا. اصلا هو ما وصلش المنطقه العازله، فهمت؟ الترخيص نتاع المنطقه العازله هذيا اللي يحكوا عليها، منطقه عازله، منطقه عازله، منطقه عازله اخويا. اني نعرفها المنطقه العازله، اني نمشي مع احبابي ونمشي للزوايل ونمشي للبل ونمشي للغلم اخويا، وعندي الترخيص نتاع المنطقه العازله، فهمتني ولا؟ ومسرحت لي بيه الدوله، ونمشي على عيني وراسي على الكبير وعلى الصغير، فهمتني؟ ماهيش باش نمشي بالسيف ولا نمشي كذا، نمتثل في الدوريات اخويا، ونمشي والدوريات كلها تعرفني وامورنا واضحه. احنا مش لازم نطولوا الحديث، أنا حق خويا ماش باش نسلم فيه. أنا حق خويا اليوم غدوة بعد غدوة بعد عام راني ماش باش نسلم فيه. ماكش مسامح. ومانيش مسامحة. اللي قلت له راهم واش مسامحينا. والحمد لله. خلص الحمد لله. لا. أنا خلص منين؟ ضو. والباهة أنا طار وكاعد قاعد هنا متأخر. أنا خرجان غلبته. ما هوش إرهابي، ما هوش يخدم عادي على 30 دينار، لا يخدم على 500 لا على 200 لا على 400، يخدم على 30 دينار يجيبهم في النهار. ظروفنا الحمد لله وكهو، كان حتى باكو حليب ممكن نطلبه من حماتي بحذية حق كعبة الكوش مش قادرين نشرها. خدم ليسانس، ها يخدم ويجيب، مرات يطردوهم الحاكم، مرات هكا، كل مرة كيفاش. بعد العيد قعد بفترة ما خدمش، 3 أيام ولا 4 أيام. جات نهار خدمة، مشي جري وراهم الحاكم، جري وراهم الحاكم الشوفير، جري كي جري محت عليه هو، السلعة كلها جت على عليه هو، توفى. أما في الحكم هذا تو سمعت تعدي شهر 10 أيام 15 يوم، يقول لك فلان صرخوا فيه، قتلوه، طردوه مطاردة عنيفة شديدة، قتلوه. هذا هو. نحن متعلمين بالوزارة الداخلية، المواطن جميع المواطن التونسي يتصرف مع الداخلية، ما يتصرفش مع الجيش. الجيش ما مش محترم المواطنين، يضرب فيهم ويحرق لهم في رزقهم وكل شيء، ما عنده حتى مورد رزق البشر. يخدم الواحد باش يعيش يعني، فهمت؟ يا اما حياة يا اما موت، باش يعمل اخر.
فهمت وزيد قتلون اكثر، انت قلت 25 اكثر من 60 واحد اللي ماتوا جراء المنطقه العازله هذه. نخمم نفكروا باش نعملوا مقبره للناس اللي ماتت غادي بروحها، مقبره بروحها باش تبقى وصمه عار في هالدوله هذه. قاتلت 60 واحد تو بالكرتوش على خاطر لقمه العيش، وتقول لي ارهاب وترهيب، يعني عايش من التهريب. فهمت؟ ولدي عارفه باش يعيش من التهريب. موش تهريب، هذا لقمة عيش، هذا كيف باش ناخذ؟ موش تهريب، غلطين. دولة غلطة، سياستها غلطة. ما تنظرش هي تو هذه. كيفاش؟ هي غلطة، السياسة نتاع الدولة التونسية غلطة. كأهالي الجنوب هني نحسوا اللي كون الدولة غايبة علينا. نحس روحي مانيش منتمل هالدولة هذه. فهمت؟ أساس يعني. ما عندنا شيء هنا، احنا حياتنا قاسيه هنا، ثروات من قدنا احنا وعايشين بها غادي ومهملين احنا، ما عندنا حتى شيء، حتى الماء الصالح للشراب اللي نشربوا فيه هنا كان تجي تحلل حتى الحيوانات من عطش.